مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في هذا الفيديو سوف أقدم لكم العديد من أخبار عالم الكيبوب والكي دراما. في 23 ديسمبر بالتوقيت المحلي، أعلن الحفل الخيري الفرنسي الشهير رسميا أن كل من ستراي كيدز وليسا سيقدمان حفلا في عرض 2024 في يناير المقبل، تشمل بقية التشكيلة المرصعة بالنجوم جي بالفين ومارون فايف وفاريل وجيمس. سبق وأن حضرت جميع عضوات بلاك بينك الأربعة حفل غالا دي بياس جون لعام 2023 في وقت سابق من هذا العام، حيث تعاونوا بشكل لا ينسى مع عازف الكمان السويدي الحائز على جوائز عديدة دانييل لوزاكوفيتش لأداء خاص لأغنيتهم الناجحة شوت داون. سيقام غالا دي بياس جون لعام 2024 في 26 يناير 2024 في أكور أرينا في باريس، وسيتم طرح تذاكر للبيع بدءا من 9 يناير. أعلنت وكالة آيف سابقا ستارشيب للترفيه أن يوجين ستكون مقدمة حفل اس بي اس غايوداي جون 2023 الذي سيعقد في إنسباير أرينا في إنشون في 25 ديسمبر. بالإضافة إلى اس بي اس غايوداي جون 2022، عملت يوجين أيضا كمقدمة للبرنامج الموسيقي الأسبوعي إنكيغايو على قناة اس بي اس لأكثر من عام، حيث عرضت وأثبتت إحساسها الرائع وبراعتها في التقديم، وتلقت إشادة لا نهاية لها لاستضافتها البثوث المباشرة في البرامج. على هذا النحو هناك ترقب كبير بشأن كيفية أداء يوجين هذا العام، حيث تستضيف عامها الثاني هذا العرض الرئيسي في نهاية العام، وفي الوقت نفسه سيتم بث حفل اس بي اس غايوداي جون 2023 على قناة اس بي اس. في 24 ديسمبر أكدت جيني شخصيا التقارير التي تفيد بأنها أطلقت وكالة جديدة تسمى OA Odd Atelier بعد نشر شعار شركتها الجديدة والعديد من صور الملف الشخصي على الإنستغرام. كتبت جيني الرسالة التالية باللغة الإنجليزية على ستوري حسابها الشخصي: مرحبا، هذه جيني. كان هذا العام مليئا بالعديد من الإنجازات وأنا ممتنة جدا لكل الحب الذي تلقيته. أنا أيضا متحمسة جدا لما سيأتي، حيث سأبدأ رحلتي الفردية في عام 2024 مع شركة قمت بتأسيسها تسمى OA. من فضلكم أظهر الكثير من الحب لبداية الجديدة مع OA وبالطبع لفرقة بلاك بينك. شكرا لكم. على الرغم من أن جيني أنشأت الوصول الحر لأول مرة في نوفمبر، مما أدى إلى الكثير من التكهنات عبر الإنترنت حول موقع الشركة الإلكتروني، إلا أن المغنية لم تتحدث رسميا عن الشائعات قبل البارحة. وفي الوقت نفسه جددن جميع عضوات بلاك بينك الأربعة مؤخرا عقودهن مع ويجي للترفيه للأنشطة الجماعية، مما يعني أن أنشطة جيني الجماعية مع بلاك بينك ستظل تحت إدارة ويجي للترفيه، بينما ستتم إدارة أنشطتها الفردية بواسطة OA. بعد 5 أشهر من إصدارها، عادت أغنية Get Up لفرقة نيو جينز إلى الصعود مرة أخرى إلى قائمة مخطط بيلبورد 200. عندما تم إصدارها لأول مرة، أحدث ألبوم مصغر لنيو جينز بعنوان Get Up صنع التاريخ من خلال ظهوره لأول مرة في المركز الأول في قائمة أفضل 200 ألبوم في البيلبورد، مما جعل فرقة الفتيات أسرع فنانة كي بوب تدخل المخطط على الإطلاق. للأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر، ارتفع ألبوم Get Up حوالي 18 مركزا على بيلبورد 200 إلى المركز 138 في أسبوعه 21 على التوالي على المخطط. والجدير بالذكر أن Get Up هو الألبوم الثاني لفرقة فتيات كوريا على الإطلاق يقضي 21 أسبوعا على المخطط بعد ألبوم The Album لفرقة بلاك بينك الذي استمر لمدة 26 أسبوعا على المخطط بعد إصداره في عام 2020. وأيضا نيو جينز هي ثالث فنان كي بوب في التاريخ يترسم ألبومها لمدة 21 أسبوعا بعد بي تي اس وبلاك بينك. خارج بيلبورد 200 لا يزال ألبوم Get Up متصدرا في العديد من مخططات البيلبورد الأخرى. استقر ألبوم Get Up في المركز الرابع على مخطط بيلبورد للألبومات العالمية، وفي المركز 25 في مخطط أعلى مبيعات الألبومات الحالية، وفي المركز 36 في مخطط أعلى مبيعات الألبومات. على مخطط بيلبورد باستثناء الولايات المتحدة، احتلت سوبر شاي المركز 95 هذا الأسبوع، متبوعة بأغنية ديتو التي احتلت المركز 133، وأو إم جي التي احتلت بالمركز 159،
جودز التي احتلت المركز 166 وعلى مخطط بيلبورد العالمي 200 احتلت سوبر شاي المركز 56 ومن ثم اي تي اي بالمركز 163. لا تتوقف نيو جينز عن صنع الانجازات التاريخية كأول فرقة صاعدة تتنافس بألبومها مع فرق الكيبوب العالمية. في 22 ديسمبر بالتوقيت المحلي أعلن المخطط الرسمي بالولايات المتحدة الذي يعادل مخططات بيلبورد الأمريكية أن ألبوم ترسيم جونكوك المنفرد جولدن يقضي الآن أسبوعه السابع على التوالي في مخطط الألبومات الرسمي. خلال الأسبوع من 21 إلى 27 ديسمبر ظل ألبوم جولدن الذي ظهر لأول مرة في المركز الثالث هو الآن في المركز 84. وبهذا الإنجاز أصبح جونكوك الآن أول فنان كوري منفرد في التاريخ يترسم ألبومه بالمخطط لمدة 7 أسابيع في مخطط الألبومات الرسمية. وفي الوقت نفسه ارتفعت أغنية جونكوك الرئيسية Standing Next To You مرة أخرى إلى المخطط الفردي الرسمي هذا الأسبوع. وفي أسبوعها السابع على التوالي على المخطط ارتفعت الأغنية الناجحة التي ظهرت لأول مرة في المركز السادس الشهر الماضي إلى المركز 88. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو. أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومساميدا.